لو هنتكلم بقى على طابة، نويبع، دهب، اه اعتقد ان الاسعار اسعار هتختلف هنا. اقل طبعا في المدن دي، اقل طبعا، لان هناك الطابع هو الطابع الصحراوي الى حد الطبيعة، بالظبط انت طبيعي. والطبيعة وبس. انت بالظبط انت هدفك رايح للطبيعه، ايوه ما مظبوط. تدورش بقى على اوتيل فيه فاسيلتيز فظيعه ومريح لانهي درجه وكده. انت بتدور على انك رايح تتفرج على الطبيعه، رايح تعيش جواها، تعمل سنوركلينج، تعمل الدايفنج، تعمل هايكنج كمان في الجبال، وتتمشى في الجبال وتتسلق. كل ده في سيناء ممكن نعمله. فالغرض من السفر في المدن دي مختلف عن شرم والغردقة. وبرضو للمدن دي ممكن اقول ان الاطفال الصغيرين ممكن ما تبقاش هي اكتر حاجة ممتعة بالنسبة لهم، متبقاش لان مناسبة. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التالية. الفا، قنوات الأسرة العربية.